إلى ذلك دعت منظمات حقوقية قطر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ نحو ثمانمائة ألف عامل يعملون في العراء وبعضهم يبني منشآت كأس العالم 2022 مشيرة إلى أنهم يعملون تحت درجات حرارة حارقة أدت إلى وفاة المئات منهم منتقد الاستهتار الذي تعامل فيه الدوحة العمال وذكرت منظمات حقوقية عديدة في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن عمال البناء الذين يعملون في الأماكن المكشوفة معرضون لخطر الأمراض القاتلة بسبب غياب فترة الراحة الكافية